أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات بحلقة جديدة من برنامج عمالقة الصبر. في بداية هذه الحلقة ننعى باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير وكامل الأسرى المحررين والحركة الأسيرة، والدة غالية على كل من عرفها، هي والدة الأسير المحكوم مدى الحياة داخل أقبية الاحتلال محمد الششتري، الأم الغالية أم هاني، رحمة الله عليك أم هاني الششتري. قول لي حبيبي يا محمد، أنت بتعرف شو هو أمك وكيف إحنا ضحينا، وإحنا منضحي وإن شاء الله عنا شهداء وعنا الأسرة وعن أمهات فلسطين كمان، هم خمسوات فلسطين أم الشهداء الله يرحمهم. وإحنا منقول لمحمد إحنا بناخد القوة، بناخد الصمود بصمودك حبيبي يا ماما، وانت بتعرف شي امك الحمد لله زي ما قال الله يرحمه ابو عمار، يا جبل ما يهزك ريح، واحنا شعب فلسطين صامد غص من عن انف كل الاحتلال. اتمنى قربك دم اشتاق وحن الدم، هي وجاك تمدد جنبك ونفس الحضن ضمه ضمه، ودعتك يمه يا مصعب رحيله، يا مهجد قلبي من قلبي بدعيله. محمد ما حدا بيحط مكانه، محمد بضل جوا في قلبي، وبقول له دائما انت يا محمد الله يرضى عليك، انت بتعرف بنام، وانا بدعي لك الك ويا جميع الاسرى والاسيرات، وبكل سجده بدعي لك الك ويا جميع الاسرى والاسيرات، والله عن قريب انا دائما بحكيها له داخل السجن، مجنون اللي حكمك مدى الحياه الك ولغيرك، لانه الحياه لله، واحنا باي لحظه اولادنا بكونوا بحضننا بإذن الله، أولادنا جايين غصب عنهم رح يطلعوا بإذن الله. أنا دائما بحكي بشد على أم الأسير، يا حبيبتي أنت لا تنحبطي ولا تقنطوا من رحمة الله، وساعة من ساعات بتقضي حاجاته. بس قول محمد هذا وليد الغالي، جاهد يا ربي علمته بسبيلا، عرفت رصاصك من صوت فرحت قلبي أطلقت الزغرودي، سمعوها العالم وتعدت لحدودي، يرجع صداها يما ويناديلا. لو شفت الجنة يا يما محلاها، لبعثلك يما نسمي من هواها. والشعب جبارين إحنا، بس لإمتى لأي متى؟ كل الناس عايشين، كل الناس بتروح بتيجي بتشم الهواء، يعني روح انت على الدول التانية ما حدا حاسس فينا، ولادهم عايشين، هن عايشين، حياتهم مستقرة، احنا حابين الامن والامان، وولادنا ييجوا عندنا، احنا بدنا اياهم اولادنا اسرى حرب يعني يطلع بكفينا. ولقيت سلم لي يما اخوك الحبيته، شرف الشهادة من رب تمنيته، حتى يا يما أجيه وأجيلا. من أهل الجنة إن شاء الله بتكوني عندي، وسبحان الله الأولاد غصب عنهم يجوا عنا، غصب عن دولة إسرائيل أولادنا طالعين بإذن الله. بكل شرف وبكل انتماء وبكل عزيمة عندي رب واحد، شفتي عزيتوني قولي يا محمد غني مواويلا، قولي الأقصى وين راحت شبابه، هيهم بالساحة حراس أبوابه، ثلاث أولادي عن عيني ما غابوا، أدوال بلادي. إذن مشاهدينا، هو الألم الحقيقي الذي ينتاب كل من عرف هذه الأم الغالية. عظم الله أجرك أخي محمد، وأنت كما كل أسرتك جبل بإذن الله تعالى، جبل للمحامل، وستكون قريبا كما قالت هي بإذن الله رغما عن الاحتلال بين أسرتك ومحبيك. عظم الله أجركم جميعا.
شكرا لك. معنا في البداية مشاهدينا والد الأسير محمد الششتري زوج المرحومة أم هاني، عظم الله أجرك عمي. كانت قريبة، كانت محبة، كان آخر لقاء جمعنا عندما تخرج من دورة خاصة أخونا محمد الششتري في إحدى الأماكن العامة، وكانت قوية دائما ملهمة صابرة. تحكي لنا عن آخر لقاء مع أم هاني الششتري. كان آخر لقاء مع أم هاني الششتري، هي أم الأسرى كلهم، كانت تقدم للأسرى وأمياتهم الصبر وتدعو لهم دوما بالصبر، وكانت امرأة صبورة صبورة حنونة على الأسرى داخل السجون وخارج السجون، في الزيارات تترقى أن تطعم الطفل الصغير، الأم اللي ما لها حاجة مش عارفة تدبر حالها كانت تقوم بالمساعدة لجميع الأسرى. هي أنا مش وحدي فقدتها، فقدوها أولادها الأسرى كلهم. صحيح. هي أم الأسرى، فيش اعتصام كانت تكون إلا واقفة عليه، فيش إلا كل شيء يكون واقفة عليه، ومحمد كان يعتز في أمه وهي تعتز في محمد وأبناء أهل الأسرى جميعا، سواء محمد أو غير محمد، كل واحد يقول أنه فلسطيني من أي فصيل، كانت هي أمه الوحيدة، كانت دائما مصدر اعتزاز حقيقة. تحكي لنا عمي بعد إذنك، لما أجرينا معها المقابلة الأخيرة كيف كانت الأجواء؟ كيف كانت دائما تستذكر محمد؟ تذكرنا في أبرز الذكريات اللي جمعتك في أم هاني. أجمل الذكريات وأجملها أما اعتقلوا محمد، وكنت خارج البلاد في منطقة في فلسطين، وجدت الدار، طلعت على الدار كان محمد مش في الدار. وين محمد؟ محمد في دكانة أخوه. وين محمد؟ أدن العصير. وين محمد؟ محمد هلأ بيجي، حطوا الميدة. وين محمد؟ هلأ بيجي. قلت لهم فهموني، محمد بده يجي ولا داخل المعتقل؟ بتقول لي شو عرفك؟ قلت لي إحساسي إنه داخل المعتقل. قالت إجوا الليل أخذوه، وكنت أنا منهار وهي واقفة كالجبل، كالجبل واقفة. آخر أيام أم هاني، آخر أيام حياتها، شو أبرز التوصيات اللي وصلتك إياها، اللي شعرت إنه كانت توصيك في أمور معينة؟ يا ريت لو تحكي لنا وتحكي لنا سلام. توصيني في محمد وفي الأولاد، تقول لي أوعى تزعل أي إنسان، خصوصا محمد والأولاد، ومحمد بده يخرج وطول بالك. كنت أكون قاعد أنا وياها أقول لها هل ترى محمد يخرج وأنا موجود؟ كانت تقول لي إن شاء الله بخرج وموجودة، بس مش قادر أكمل. كل احترام لك عمي، وربنا يطول عمرك. سنعود لك مرة جديدة لحديث عن هذه المرأة الصامدة المرحومة، اللي إن شاء الله مع الشهداء والصديقين. معنا الآن الأخت إنعام، وهي كريمة المرحومة شقيقة الأسير أيضا، اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر. تحكي لي رسالتك لشقيقك بعد هذا المصاب الجلل. أول شيء محمد، عظم الله أجرك يا حبيبي، إمك الحمد لله رب العالمين، راحت للي خلقها، الحمد لله رب العالمين، راحت عند الرحمن الرحيم، راحت عند أكتر شيء بتحبه في الدنيا وفي الآخر هو ربنا، فالله يرحمها ويغفرها وهي في الجنة إن شاء الله في الفردوس مع الأنبياء والصالحين. آمين رب العالمين. والدتك كانت دائماً بكل فعاليات، وإحنا شاهدين على هذا الموضوع، بكل فعالية تخص الأسرة كانت تكون على رأس المتواجدات. نعم. تحكي لنا كيف تربيتوا بأسرة الأم دائما غايبة عن البيت، موجودة في كل اعتصام بخص الأسرة، كيف كنتوا تتعاملوا مع هاي المواقف؟ طبعا أكيد إحنا كنا الداعم الثاني لها، تقول يجب أن أنزل وأكون رقم واحد، يجب أن الجميع يسمع كلام الأسرة، وكانت دائما توصيني في أي بوست على الفيس أو أي طريقة إعلامية نقدر نوصل فيها صوت الأسرة، تقولي لازم نحكي عن الأسرة ونحكي عن همومهم ونحكي عن مشاكلهم. حتى لو كانت تشوف أي جنسية، لما إجت عندي على السعودية مع أي جنسية أخرى تتكلم عن الأسرة، تتكلم عن الفلسطينيين، تتكلم عن همومنا مع أي إنسان على وجه الأرض. وعندما أيضا ذهبت إلى مكة أصبحت تتكلم حتى مع أي جالية أخرى، تتكلم نحن أنا أم أسير وأسرانا وفلسطينيين،
ونحن مضطهدين من قبل الاحتلال، لكن نحن أمهات صابرات قويات. أي إنسان كان يشوف الوالدة حبيبتي الله يرحمها أم هاني يقول عنها جبل، أم الأسرة يحبها. نرجع لذكريات وجود محمد في البيت عندكم، لو تحكي لي أبرز المواقف اللي جمعتك في محمد. طبعا محمد حبيبي هو توأم روحي، أنا ومحمد نفس الشهر في تاريخ الميلاد ونفس العقلية ونفس التخويت ونفس الضحك، وكان طبعا مرافقي في أيام كنا في التلفزيون، دائما يطلع معي، وخاصة لما صار في اجتياحات مدينة نابلس، فكان همنا كمان بعد الخوف والرعب من الاحتلال إن الأطفال الموجودين أصبحنا بدون مدارس. فأنا ومحمد قررنا أن نفتح بيتنا لعمل مهرجان للأطفال لتفريح جميع أطفال منطقة الجبل الشمالي، وجبناهم عندنا في البيت. وبلشنا نعمل، أنا كنت أقدم برنامج أطفال، وكان هو يقيم بالأغاني، وكان يغني أكثر أغنية هيصة ويجعل الأطفال يضحكون ويمرحون، ونلون أوجههم ونجعلهم كمان يرسمون ويعبرون ويفرغون طاقة الاشتياح اللي كانت موجودة. يعني كان قريب من طبعا مع الأطفال، كان محمد موجود وكان يلعبهم ويضحكهم، وحتى كمان في مرات كمان كان كمان يعمل تمثيل، كان يمثل مع التلفزيون، يمثل سكتشات مسرحية. في سكتش مسرحي لما مثله كان عن الشهداء، وكان عامل محمد حاله شهيد ويطلع فينا ويضحك يقولنا أنا يا أختي بأي لحظة فيني أكون شهيد، قلت له إحنا كلنا الفلسطينية فينا نكون شهداء في أي لحظة. ولفيته وكملنا المسرحية وما شاء الله عنه. وبالبيت في مرة من المرات في الاجتياح كمان، لأنه محمد أكثر شيء إحنا فقدناه بعد الاجتياح لما أخذوا اليهود، وكان اصلا طفل يعني طالب في الثانويه. في الاجتياح لما الدبابه طبعا كانت متمركزه على باب بيتنا، وغرفه نوم الوالده كانت تصلي على الظهر، وكنا جميعنا في الاجتياح ماذا نفعل؟ نلعب الورق، كنا نلعب الهند، وكان طبعا دائما يغلبني بالغش، فهذه معروف عليك يا محمد حبيبي، وانا كنت اتحمل اقول يلا بتغش وانا بعرفش العب وانت ان شاء الله نقدر من خير البرنامج اليوم نزرع فرحه وبسمه على وجه محمد برغم من طبعا يا محمد 913 لغايه الان بنساهاش، بس تطلع اجيب لك اياها كمان، مش 900 9013 يا حبيبي يا قلبي انت. فكنا قاعدين بنلعب بهالشده، طبعا اكيد كان يغششنا ويخلينا، انا كنت طيبه شو بعرفني انه هو يغش ويسحب لها. المهم بلشت الدبابه تطخ، كانت امي متوضيه وداخله تصلي، كنا يمسكنا ويرمينا في المطبخ انبطاح انبطاح انبطاح، وهو الوحيد الجريء اللي فينا اللي مشي ويجي يخف امي يحملها من الغرفه ويطلعها برا، وامي تضحك تقول انا بصلي، ايش في يا محمد عم بصلي يا محمد، بقول لها يا ما اليهود فكرتهم طخوك يا ما دي بطخوا فينا اليهود، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله محمد صابر ونحن صابرون. كمان في كمان عن محمد لما كان كتير يأخذ لي بلاطيني، صحيح محمد كتير تحب تأخذ بلاطيني يا حبيبي، دائما تقول لأمي هاي بلاطينها أنا وياها نفس الكسم ونفس الشيء، وتأخذ أغراضي يا حبيب قلبي يا محمد. إن شاء الله برجع إن شاء الله لهالبيت قريبا. قالتها أم هاني مرارا وتكرارا غصبا عن الاحتلال إن شاء الله بكون أولادنا بيننا إن شاء الله. سمعتها في عدة مقابلات. نعم. وبعيدا عن كاميرات التلفزة عندما كنا نلتقي لنجلس ونتحدث عن حال الأسرة، كانت دائما توزع عزيمة قوية على كل من عرفها. نعم نعم. رحمة الله عليها، وربنا يجمعكم محمد إن شاء الله قريبا وهو خارج غياب السجون إن شاء الله قريبا، وأملنا بالله كبير. الله يخليك يا ربي. أيضا شقيقتك أخي محمد اليوم برضه موجودة معنا في هذا البيت إن شاء الله، اللي بتعمره بوجودك من جديد مع خواتك وشقيقك، ومن وجه التحية كمان لشقيقك اللي موجود بفرنسا أخونا هاني. شو حابب تحكي لمحمد اليوم؟ حبيبي محمد عظم الله أجركم يا رب، يا حبيبي الله يصبرك ويصبرنا عفراء أهل غالية، وإن شاء الله يا حبيبي عن قريب بتكون بين أحضاننا
وتعودنا عن كل شيء يا قلبي. ان شاء الله يا روحي. ان شاء الله. محمد طبعا انا اكبر منه بسنه فقط، حتى مش سنه، 9 شهور بيننا فقط. كنا كتير صحبه، وهو بيعرف شو يعني صحبه. كنت كتير ادرس الرياضيات، يحب ادرسه انا الرياضيات يا حبيبي يا حمود. كان يسرق نظاراتي برضه، هي ياخذ بلاطينها وانا اخذ نظاراتي. يتمنظر فيهم قدام الصبايا. طبعا هو اعتقلوه اصلا 17 سنه يعني. الله يفك اسرك يا حبيبي. في كلمه كانت امي تقولها، الله يرحمها يا رب يصبرنا عفراءها يا الله، تقول اخذوه 17 سنه زي ما ربيته ربوه الاحتلال، بشهر 15/11 حيدخل بالسنه 17. صحيح. يا رب يلهمنا الصبر عفراءها الغاليه ويجمعنا فيك عن قريب يا غالي. هو أصغر أسير حكم مدى الحياة. نعم. في الوقت اللي حكم فيه محمد مدى الحياة، هو أيامها القاضي يمكن ما كتبوا عن هالقصة أصلا في التلفاز. هو لما إجا القاضي بقول له أنت كان مؤبدين و25 سنة، رفعهم لثلاث مؤبدات 25 سنة. قام شلح اللي برجله قال له مش أنت اللي بتحكم، هاي فلسطين إلنا، وأنا مش إرهابي، أنا بدافع عن وطني. والدتك الله يرحمها قالتها مجنون اللي حكم ولادنا مدى الحياة. مدى الحياة، الحياة لله. مدى الحياة، الحياة لله. لله كانت دائما تقول. ربنا يرحمها. آمين يا رب العالمين. نأخذ أيضا شقيقتك ألاء الموجودة معنا اليوم على برنامج عمارك الصبر. أيضا بدي أحكي معك على جزئية زيارة. إن شاء الله. زرتوا محمد بعد وفاة والدته بيومين. تحكي لنا كيف كانت معنوياته، تحكي لنا عن أبرز الرسائل اللي وصل لك يا محمد. إن شاء الله. أول شيء أنا ما بدي أعزي حالي، أنا بدي أعزي جميع الأسرة، جميع فلسطين. كل الناس بتحبها لماما، واللي صحيح. بيحبه ربه بيحبب عبده فيه. صحيح. هاي كلمتها. وماما واحدة مؤمنة، كانت دايما تقول الموت يا ماما بيجي فجأة وبيجي علينا فجأة، يا رب ما يرمينا ولا يعيزني لحدا. وفعلا امك ماتت يا محمد وهي واقفه على اجريها، ما احتاجت حدا، قاعده بتتوضى وخلصت وضوءها، وبعدين ربنا لما اخذ امانته. فالحمد لله. لما رحت على زياره محمد كنت خايفه كثير اني كيف بدي اشوف محمد، كيف بده يستقبل الوضع، كيف كيف كيف. طول الليل وانا ادعي يا رب صبره وصبرني، يا رب صبره وصبرني. رحت على زياره طول الطريق الحمد لله ما بكيت. فتنا زورنا محمد، احنا منفوت منزور كتير منتأخر وكتير منتعب. هاي الزيارة بالذات احنا ولا حسينا فيها ولا حسينا كيف فتنا. الكل سألنا عن امك، حتى عدوين ربنا سألوني وين امك، لانه كانت تتحركش بالكل، الها بصمتها بكل مكان، ضحكتها بكل مكان. فتت على التفتيش، طبعا ماما قبل ما تتوفى بساعة او اقل كانت طالبة من بنت خالتي تصورها صورة، قالت لها صوريني هاي الصورة بدي ابعتها بالزيارة لمحمد، وطلعت له إياها وأخذتها معي. فلما وصلت على شباك التفتيش عشان أعطي الصور، أعطيت الصورة للمجندة الموجودة اللي بتسألني بتقولي وينها هي فطوم، ما قدرت أرد. حسيت حالي رح أوقع رح أنهار. قلت يا رب صبرني. وفتت عندي محمد، فتت عنده بضحكتي، مش الابتسامة اللي أنا بفوت فيها، لا ابتسامة فاطمة. أنا كانت دايما تقول لي أنت فاطمة الصغيرة، أنت مثلي، أنت أنا، أنت صغيرة خواتك زي ما أنا صغيرة خواتي، بس أنا كنت حاملاهم كلهم وأنا فاطمة الصغيرة. فقلت لك يا محمد ولقيتك أقوى منا كلنا. نعم. جبل ما شاء الله عنك. هذا عهدنا في أسرانا أكيد. كل الأسرة يجوا يعزونا ويعزوا حالهم كمان، مش بس يعزونا. والحمد لله الكل كان جنبك واقف جنبك. قلت لك يا محمد إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، إحنا مش فايتين. فلا أقول لك ما طعيت وما بكينا وما عملنا، لا كلنا تأثرنا. بدك تبكي ابكي، أنا مش جاي هنا أقول لك أنا ما رح أبكي، بس إشي أخذه ربنا، هذه أمانة حطها ربنا عنا وأخذها. فالحمد لله كانت الزيارة ما فيها حكي عن إنه غير الضحك، يعني حتى لقيمت انه احنا ضحكنا وكأنه ماما موجودة، كانت روحها موجودة. ابتسم محمد وشاف صورة امه، سألنا كيف توفت، سألنا على التفاصيل كلها.
أول زيارة منخلص كل حكينا اللي بدي أحكي له إياه، حتى مع الوصيات اللي وصلنا إياه، وكان في وقت بالزيارة. إحنا ما كنا نلحق بالزيارة مدتها 45 دقيقة. ما منلحق نوصل سلامات يعني الأهل هدول، ما نلحق نحكي له حتى شو بدنا نحكي. طلبتوا إنه مثلا تدخلي تحتضني لمحمد؟ الزيارة الجاي إن شاء الله رح تكون زيارة خاصة، إن شاء الله نكون أنا وخواتي عشان نحضنه وهو يحضننا. أنا زرت مع ماما مرة زيارة خاصة، كنا بسجن رومونيم، كانت أول زيارة بزورها أنا وماما زيارة خاصة كمان كانت لمحمد. وقتها ما كانوا بدهم يفوتوني مع ماما، إنه زيارة بس لأمه، ففوتتني وضلتها واقفة إنه أنا بدي أفوت بنتي. حضنت محمد وقلت له أنا هلأ رجعت طفلة، أنا لما أخذ محمد كنت أنا بصف رابع، أنا هلأ أم. قلت له محمد أنا هلأ طفلة، هلأ أنا بحضنك رح أكبر العمر، رح أحس حالي إني هلأ ممكن كبير. إن شاء الله تكون بينكم قريبا، ليحتضن أولادك ويحتضنكم من جديد، ويكون بإذن الله قوي كما عهدنا دائما وكما عهدنا والدته رحمة الله عليها. تحكي لنا كيف كان لك عن مشاعر الأسرى حواليه، كيف كانت تفاعل إخوته الأسرى داخل أو السنة. كيف خبروا محمد؟ كل سبت ماما بتحكي على الراديو فلسطين، وكانت تودي له سلاماته، تخبره عن أخبارنا وكل شيء، استناها كل سبت بفارغ الصبر. محمد الأسرى ما كانوا لسه يعني واصل خبر عن طريق نادي الأسير إنه محمد إمك توفت. الأسير قال له محمد أوف ما صدقت أنا كل الأسرة يطلعوا هلأ وقتي، ما بدنا نحط على الراديو ونقعد نسمع شيء، بدي أقعد أنا أقعد أسمع شوية شوية أغاني وأغير شوية نفسيتي. قال له محمد خلص اللي بدك إياه بيصير، أنا هيني فايت وبدي أروح عند الشباب بالفورة. طلع محمد وكعادته يمزح ويضحك على الكل، حسيت شوية قبضة بقلبي، بس كمان كنت ماشي عادي يعني، اللي كلهم يطلعوا بوجهي وأنا حاسس إنه في إشي. بس الخبر وصل للأسرة بدهم يبلغوا، سيروا كيف بدهم يبلغوا، بدهم يبلغوا. نعم. الكل يقول صبرنا إحنا، وهي شهادة كامل أسرانا أصعب اللحظات التي بمر فيها الأسرة والأسير نفسه. لما فات محمد تحمم قرر الأخ وضاح البزرة، نوجه له كل التحية بالخير أكيد، والأخ وائل طبلت سلفي، نعم، إنهم وصلوا رسالة خلص لمحمد. كان عند تقريبا الظهر بعد الدفن، فحكوا لمحمد، محمد أنت إنسان مؤمن. قال لهم هاتوا من الآخر أبوي ولا أمي، الحمد لله على كل شيء. قالوا أمك امرأة صابرة، قال لهم الحمد لله، اللي الحمد لله دائما، الحمد لله على كل شيء. محمد كان يحكي لماما أنا ما بدي حدا يجي يزورني غيرك، خواتي بحبهم وعلى عيني وراسي، بس أنا ما بدي حدا يجي يزورني غيرك، أنت بتهميني، نروح على الزيارة يقولنا أول إشي أحكي مع أمي بعدين بحكي لكم، بحكي معكم بس أحكي مع أمي وأطمن عليها. كانت خايفة كتير إنه لو صار لها إشي محمد يصير له إشي. نعم. بس الحمد لله ربنا صبره، لأنه محمد إن شاء الله عن قريب رح يكون بيناتنا بإذن ويعود يعود كل الأيام الحلوة اللي فاتت، يعطينا أيام أحلى بإذن الله. الحمد لله ماما راحت على دار البقاء، راحت هاي كانت أولها دار ممر، وهي راحت لوجه ربنا اللي هو أحن فيها، أحن من الأم على طفلها عند الأعدل. أكيد عند الأعدل تأكيد. إن شاء الله رب العالمين ربنا بصبركم وبتكونوا كما أرادتكم إن شاء الله. خنساوات فلسطين لكنا كل المجد، أنتوا عنوان للصبر وعمالقة الصبر. الكلام بفيش هذه المرأة العظيمة حقها، بفعلها وبأدائها وبصبرها وبعطائها. كانت والدتنا جميعا، نوجه لها كل المحبة ونفرحها مع روحها الخالدة بإذن الله تعالى. إذا نأخذ دلوع الماما، دلوع الماما أخوك الأصغر اليوم على برنامج عمالقة الصبر، ربنا يرحمها. الإشي اللي بيصبرنا هاي المحبة، المحبة اللي لمسناها بكل محافظات الوطن بأمانة، اللي لمسناها كل عين أم أسير، اللي لمسناها في أبناء الأسرى جميعا، كيف محبتهم لهذه الأم الصابرة اللي نترحم على روحها اليوم، الله يرحمها يا رب، تركت غصة في قلوبنا جميعا. اليوم شو حاب تحكي لمحمد لشقيقك بعد هذا الفقدان؟ حبيبي محمد أخوي، بحب أحكي لك العمر لك يا رب، والعمر لجميع الأسرة يا رب،
والحمد لله على كل حال، والله يصبرنا وامك راضي عنك وراضي عنا جميعا ان شاء الله. وهي كان نفسها انها تشوفك وتحضنك عن قريب. انت طالع من السجن، يا رب تطلع انت وجميع يا رب الاسرى والاسيرات الفرج القريب لكم. وبشكر كل من وقف معنا من داخل سجون الاحتلال ومن خارج سجون الاحتلال. ان شاء الله بنوقف بافراحكم يا رب، وما حزن يدخل بيت حدا فيكم. وامك يا محمد امرأة صابرة مكافحة مناضلة، الحمد لله نشكر ربنا على النعمة اللي احنا فيها انها امك راضية ربها كانت. وان شاء الله هي بالجنة، وان شاء الله يا محمد نلتقانا كلنا في الجنة مع امك يا رب. تحكي لنا ابرز المواقف تذكرها بوالدتك. ضلها طول وقتها تحكي عن محمد، والله يفك اسره، تقرأ قرآن كتير وتدعي لنا، ودعاها ما كان يفارق اسم محمد بالمرة. كانت طول وقتها تدعي لمحمد بالفك اسره عن قريب، هو جميع الاسرى والاسيرات. والحمد لله على كل حال. الحمد لله. الحمد لله. محبة أم هاني الششتري لمسناها مشاهدينا في كل منزل عائلة أسير. دعونا نجري بعض المقابلات مع المتواجدين داخل هذا المنزل من أقارب محمد الششتري، ومن ثم نعود. إذن أخي محمد، نحن نتواجد الآن في منزلك مع المحبين مع الأقارب. هذا المنزل العامر إن شاء الله بمن فيه. نجري بعض المقابلات مع أقاربك. معنا في البداية عم محمد، رسالتك يا عم محمد. طول العمر إله وربنا يفرج عليه يا رب. الألم كبير، بس بدنا تكونوا أنتم قويين إن شاء الله. شو اللي بتحكي لمحمد اليوم بعد هذه الفاجعة بوفاة والدته؟ إن شاء الله ربنا يفرج عليه والفرج قريب إن شاء الله رب العالمين. خال الأسير أيضا، تفضل أخي العزيز، رسالتك لمحمد اليوم. شيء يسعد مساكم، وشكرا لكم للتلفزيون الفلسطيني على إجراء المقابلة هذه، وكل شيء بتغطوه على سبة أنه توصلوا صوتنا للأسرى جميعا. ونتمنى من الله عز وجل إن شاء الله أنه يكون الفرج قريب على جميع الأسرى، مش بس خاصة على محمد. محمد طبعا الكل بعرف أنه قضى من العمر في السجن أكثر من عمره. لما دخل في السجن كان طفل محمد، عمره 17 سنة، والآن هو وصل عمره 35 سنة داخل السجون الإسرائيلية. طبعا كانت الحسرة بالنسبة لأختي حسرة كبيرة، هي اللي كانت طبعا بتقوم بالزيارة بالذهاب للسجون، كانت بالحر في البرد، كان الألم شديد بالنسبة لإلها. والكل بعرف انه قديش كانت يعني الحسرة بالنسبة لأم لما بكون ابنها طفل وبتاخد من بين ايديها، ما بتقدرش يعني حتى انها تحضنه او انها تجلس معاه. كيف كانت ربطه لوصل للعمر هذا ومن بين ايديها فجأة، يعني سبحان رب العالمين. شقيقتك كانت تتميز بقوتها، الحمد لله رب العالمين، بمحبة الجميع لها، الحمد لله. تحكي لنا عن هذا البيت قبل الزواج، عن هذه المرأة الصامدة، كيف كانت في البيت عندكم في بيتكم؟ طبعا كانت هي أختي اللي هي أصغر مني، وهي كانت المدللة بالنسبة لي أنا كأخ لها. ما كناش طبعا مجرد بس إخوة، يعني أصدقاء. كانت حنيتها، كانت معاملتها مع الجميع، بتتعامل عبارة عن صداقة كانت تتواصل بيننا إحنا، ما كانتش عبارة عن أخوة بس فقط لا غير. حتى يعني بعد ما تزوجت كنت يمكن أكثر واحد اللي هو بتواصل أنا وياها، وكانت المحبة بالنسبة لإلي حتى من قبل ما تتوفى بأسبوع أنا لما كنت عندها موجود هون. وسبحان الله وكأنها بتودع الأمور، يعني تميتني عندها الجمعة اللي فاتت للوحدة اللي ربع تقريبا صباحا، وكل ما بدي اجي اطلع تمسك فيي وهوت كمان شوي، وكانها بتودع الامور. ما بعرف يعني يرحمها. الحمد لله رب العالمين على خير باذن الله تعالى. تفضلي تعرفي على حالك وتعزيتك لمحمد ورسالتك له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا امراني خاله الاسير محمد الششتري، ساكن في عمان، اللي 18 سنه ما شفته قبل ما انسجن بسنه، اللي 17 سنه وهي السنه 18 وانا ما شفته.
بنعزيك يا محمد، عظم الله أجرك. العزاء إلنا وإلك، أختنا كانت غالية علينا كتير كتير كتير، إم هاني المحبوبة، إم هاني مش قادرين نحكي عنها، إيش ما نحكي عنها ما بنوفيها أي إشي من حقها. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، والله يصبرك ويصبرنا إن شاء الله، وإن شاء الله فرجك قريب إن شاء الله، إن شاء الله بإذن تعالى. يعني هي تعازي الجميع، إحنا بنشوف الموجودين جميعا بعزوك أخي محمد، أقاربك وخالاتك والجميع. بدنا ننهي هذه المقابلات مع مجموعة من الأطفال اليوم عبر برنامج عمارة الصبر. هذول الأطفال هم أحفاد أم هاني. بدنا نأخذ مقابلة معك، شو حاب تحكي لمحمد اليوم؟ الله يشفيك أسرك يا خالو، اشتقنا لك كتير إحنا. الله يرحمك يا تيتا، كنت غالي علينا كتير، إن شاء الله تروح على الجنة كتير يا رب. حدا كمان بحب يحكي؟ شام، تعال يا شام، شو حابة تحكي لخالو؟ أنا اسمي شام تبرات، وعم وائل اسمه وائل تبرات، خال حمود ششتري. تحبيهم لوائل ومحمد؟ عمري ما شفتهم بس انت بتحبيهم؟ إذن هي تحية أطفالنا، إن شاء الله قريبا كل أسرانا بكونوا مع هؤلاء الأطفال. معنا الآن مشاهدينا فاطمة الصغيرة، نترحم على فاطمة ستك. أنت اسمك على اسم ستك صح؟ آه. شو حابة تحكي اليوم لخاله محمد؟ بحبك يا خاله، الله فيك أسرك ونشوفك في السلامة يا رب. تعرف على حالك؟ اسمي سلمان، انا مشتاق لخال محمد وعمري ما شفته، والله يرحمك يا تيتا ان شاء الله تدخل الجنه. انا اسمي نور، بشتاق لخال محمد ما اني ما شفته. انا اسمي ماش، بشتاق لخال محمد لاني ما شفته، الله يحفظ تيتا فطوم بالجنه يا رب. صوره مين اللي على بلوزتك؟ تيتا فطوم وخال محمد، الله يرحم ستك، وان شاء الله تستقبلوا محمد وهو خارج غياهب السجون. زين الششتري، هذه الطفلة التي تتمنى أن تلتقي بمحمد وهو خارج غياهب السجون قريبا. أمل الأحفاد كبير بأن يستقبلوا محمد وهو خارج غياهب السجون، وألمهم كبير على فقدان جدتهم فاطمة الششتري. إذن كانت هذه المقابلات التي أجريناها مشاهدينا مع مجموعة من المتواجدين في هذا المنزل الذي يفتقد محمد الششتري، ويفتقد بالتأكيد أم هاني الششتري التي تركت بصمة في قلب كل من عرفها. نعود مرة جديدة إليك شقيق الأسير محمد، تحكينا أنت زرته لمحمد خلال فترات متقطعة. زرته فترة تقريبا 6 شهور. نعم. 5 شهور. كنت مع والدتك؟ كنت مع والدتي الحمد لله. كنا عن هاي الزيارة، كانت آخر زيارة كانت آخر والدتك. زيارة إلنا، والحمد لله كنا مبسوطين. كان يطلب مني محمد إني أدير بالي على حالي، إنه أدير بالي على البيت وعلى خواتي، وإما كانت موصيتني عليهم ما تخاف يا محمد، أخوك زلمة، وإن شاء الله يا رب من تطلع ونفرح فيك أنت وجميع الأسرة. كيف كانت الزيارة؟ تفاصيل الزيارة شو كانت له أمك لمحمد؟ تحكي له أنه على الفرج القريب، وأنها إن شاء الله بس يطلع ده تجوزه وده تفرح فيه ونشوف أولاده لأبو النور، نشوف ابنه إن شاء الله نور عن قريب، هو متجوز بنت الحلال إن شاء الله. ودائما هي يعني بسمة أمي لا توصف عندما ترى محمد. لما كنت تمشي أنت وأمك في نابلس، في طرق نابلس، كيف كانت الناس تتعامل معها؟ بكل اخلاقيه. انا لمست وحب المشاهدين يشوفوا، يعني بكل اخلاقيه وكرم، الحمد لله محبوبه من الجميع، بتحب الناس والناس يحبوها، وطول وقتها ان شاء الله تعمل خير، وان شاء الله كلها في ميزان حسناتها يا الله. كانت تترك بصمه دائما للامانه، هذه حقيقه. اذا لك كلمه اخيره قبل ما نرجع لوالدك.
هي دائما كانت تحب تحكي مع الناس ويسلموا على محمد. كنت اقولها انا ماشي مع حي امها خمس دقائق بتوقفي وخلينا نمشي، توقف مع الناس تحكي مع الناس. المشوار بده نص ساعه يقعد ساعه، يقعد المشوار النص ساعه يقعد ساعه. وامراه الحمد لله صبوره، والله يجي يحرر جميع الاسرى والاسيرات عن قريب ونفرح في لمتهم فينا. وبشكر كل من وقف معنا من داخل السجون ومن خارج السجون الاحتلال، وإن شاء الله منوقف بأفراحكم، وإن شاء الله حزن ما بدخل بيتكم إن شاء الله. رب العالمين، إن شاء الله الأحزان دائما بعيدة عن كل بيت فلسطيني. نرجع للوالد مرة جديدة. عمي، مرة جديدة نحكي معك عن طفولة محمد، نترك موضوع شوي الموجود في القلب الحزن، ولكن هل تنذكر محمد في مواقف جمعتك في محمد طفولته في البيت كيف كانت؟ محمد بتتذكر الطفولة بتاعتك وانت كنت تحط بعيد عن ذكر السامعين الكنادر وتقعد ترشق الشقة الثانية وتقول لها قلت لي اليهود موجودين. بتذكر يابا هو نزلوك قبل ما يرحلوا اليهود وحملوهم، شو عملت في اليهود اللي حملها على ظهره؟ بتذكر يا بابا ليلة الاجتياح شو طلبت مني؟ الله يفك أسر الجميع يا الله. كل احترام. حدا بحب يختم من الأخوات؟ تفضلي أختي الكريمة. يا محمد يا حبيبي الله يرضى عليك يا محمد. كون جبل كما نعرفك أنك أنت جبل، وأمك إنسانة صابرة مثابرة الجميع يحبها، من علامات حب الله لها حب العباد. صحيح. كل احترام لك أختي الكريمة. ألا بتحب تحكي إشي؟ تفضلي. بدي أحكي لك يا محمد دير بالك على حالك، زي ما كانت ماما بكل لقاء تقول يا ماما إحنا بخير وما بنقصنا غير إنك أنت تكوني بخير. صحيح. فإحنا كلنا بخير وبنقصنا بس تكون أنت بخير وبصحة وسلامة، وما بدنا من الدنيا غير كلنا نجتمع مع بعض زي ما كانت ماما هي حابة إنه إحنا نجتمع مع بعض. الله يلم شملنا على خير يا رب. كلمة أخيرة تفضلي. حبيبي محمد توأم روحي أنت، الله يا رب يجمعنا فيك عن قريب. حبيبي اشتقنا لك كتير يا عمري، ان شاء الله زيارة الجاي بكون عندك بإذن الله. عظم الله أجركم أسرة الأسير البطل محمد الششتري. وعندما أتحدث عن أسرة الأسير محمد أعتقد بأنها أسرة كل أسير فلسطيني. وصية محمد مشاهدينا أن تحافظ هذه الأسرة على مصحف والدته، ملابس الصلاة وسجادة الصلاة. بإذن الله ستكون مع هذه الأسرة قريبا أخي محمد خارج غيها بالسجون. قالتها دائما برغم الاحتلال ستكون حرا. بإذن الله سنكون باستقبالك قريبا لتنعم بالحرية مع والدك، مع شقيقاتك وأشقائك وأنت خارج غيها بالسجون. تعازينا الحارة مرة جديدة. فاصل ومن ثم نواصل عبر برنامج عمالقة الصبر. وصلنا الآن مشاهدينا إلى منزل الأسير البطل عماد عكوبة في محافظة نابلس، والمحكوم 32 عام. بإذن الله سيكون مع أسرته ومحبيه قريبا خارج غياهب السجون. معنا اليوم والدته، ربنا يطول بعمرها. أهلا وسهلا فيك على برنامج عمالقة الصبر. أهلا وسهلا فيكم يا أميت، مرحبا وحياكم الله ويبارك فيكم. الله يخليك يا ربي. يعني منذ الصباح ونحن في جولات على بيوت الأسرى بمعية الأخ رائد عامر مدير نادي الأسير وحركة فتح في محافظة نابلس، نوجه لهم جميعا كل المحبة وكل التحية. أمي الغالية، إحنا نحكي عن أسير محكوم 32 عام. كنا قبل قليل في منزل الأسير محمد الششتري الذي توفيت والدته. تحكي لنا أول شيء رسالتك ورسالة التعزية كأم أسير والدة عماد عكوبة للأسير محمد الششتري. أنا طبعا بعزيش إلى محمد لأنه إحنا لازم نعزي حالنا، ومحمد ابننا وبنقول له ولا يهمك، الله يرحم أمك، والبقاء لله وهي الدنيا، وإن شاء الله بتروحوا سالمين غانمين. وما نقدرش بدنا نقول لك نعزيك يا محمد لأنك أنت غالي على قلبنا وعلى قلب أمك. قبل ما تروح أمك، لما روحت أمك من الزيارة لمرأة من 20 يوم خرجت تعيط. آخر زيارة من 20 آخر يوم. زيارة كنت معها؟ كنا خرجت بقولها عجب بتعيطي يا أمها، بتعمل لي والله ما عارفة كنا بدنا نموت قبل ما نشوف هالأولاد.
الله يطول عمرك. الله يرضى عليك. يرحمها يا رب. الله يرحمها ويسامحها، لأنها كانت والله أم وفية للجميع. صحيح. لجميع الأهالي الأسرة كانت. نعم. وللأسرة، وتحبب الأسرة، وودعت كل الأسرة لما كانوا على الشيك. نعم. زي اللي كانت تتواصلوا أمهات الأسرة مع بعض، يعني دائما في وحدة حال مع أمهات الأسرة. كتير مناح الأهالي الأسرة مع بعضهم، والحمد لله بحبوا بعض، والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث قبل التصوير عن عماد فترة الطفولة وقبل اعتقاله، حكيتي لي قصص عديدة عن عماد في هذا البيت اللي تربى فيه ونشأ فيه. كيف كان يتميز عماد عن باقي إخوته في البيت؟ وإله بيخلي الواحد يعمل تميزات. نعم. لأنه صاحب نكات، ويحب الضحك وحب المزيح، والكل بحبه الحمد لله، لا يزال لليوم الكل بحبه. نعم. روحه خفيفة وهيك، مش بدي أقول لك جنت العماد. في الزيارة الأخيرة لعماد كيف كانت معنوياته؟ طمينا عنه. امبارح زرنا. امبارح زرته. الحمد لله ما شاء الله عنه، ما شاء الله عنه وعن جميع الأسرة، والله يفك أسرة وأسرهم جميعهم يا رب. في أي سجن هو موجود؟ سجن جلبوع. مع محمد طبعا. محمد. هو كيف كان لك عن تواصلهم مع محمد؟ كيف كان التعامل مع محمد بعد وفاة والدته؟ الحمد لله هن كلهم إخوة مع بعضهم. نعم. الأسرة يعني ما بتميزوش عن بعضهم، وحكى زي هي إمهاني مش إم خالة ولا إشي، إمنا إمهاني. نعم. لأنها إن شاء الله أنت كمان بمثابة الأم لمحمد وإحنا أمك أسرة. يا محمد وإم جميع الأسرة إن شاء الله، إن شاء الله أم الجميع العالمين. إن شاء الله رب العالمين يفرج كربهم يا الله، يا رب. رب العالمين يفرحنا بخروجهم يا الله، الفرج منك يا رب. إحنا متأملين برب العالمين، إن رب العالمين نضل قويين ويخرج أولادنا جميعهم نفرح فيهم. الله يعطيك الصحة. الله يرضى عليك. أنا معي مجموعة من الصور والذكريات، اليوم نكشف أسرار أنا وياك لأول مرة عبر برنامج عمارك الصبر. خلي شوف. هذه الصورة كان عمر عماد فيها أربع سنوات. أيوة. تحكي لنا مين عماد في هاي الصورة وقصة هاي الصورة، تفضل. هذه قصة الصورة، عماد هذا اللي رابط شعراته، بقيت أمشطه زي ما أمشط البنات، من نهار أربع خمس مرات أعمل له الجدائل، وحب ما حدش بيصدق، مدللين كلهم الحمد. نعم. لله أولادنا، بس هو عشانه يعني إجا ثالث ولد. نعم. عملته بنوته وأربط له شعراته وفرحانة عليه الحمد لله رب العالمين، أولادنا مرتبين وأنيقين ومحترمين، والحمد لله عيب اللي بشكر بمدح بحاله تاني. أنتوا ناس طيبين ومحترمين. أنتوا بالأحسن، الله يبارك فيكم الحمد لله. هيو عماد أبو الجدولات. هو بيعترف انه هو يعني حاليا اذا بشوف الصوره هو فرجاها للاسره، في منهم قال لهم هذه اختي مش انا. نعم. ما طرفش. طيب بنوجه لك كل التحيه اخي عماد اليوم عبر البرنامج. السنوات مرت، وصلنا لعماد الشاب المناضل الاسير المحكوم 32 عام بهاي الصوره اللي بتجمعك معه داخل اقبيه الاحتلال بزياره خاصه. تحكي لنا كل هذه السنوات افتقادك لعماد، العمر بمر وعماد داخل سجون الاحتلال. بدي أقول لك حسرة في قلبي يعني، بس أنا ما بحب أظهر ولا أورجي. لا. يعني ليل ونهار كل عقلنا ومخنا، إحنا وأخوته وخواته طبعا في البيت، كل عقلنا عنده يعني، بمرقش ثانية بمرقش يعني، لو بدي أنسى بطلع هيك بلاقي صور بوجهي، بلاقيها فوق راسي حاطة صورته، قدام وجهي حاطة صورته، بقلبي صورته، هو وجميع الأسرة. والله بدعي للجميع، ما بدعي بس لأولادي. صحيح. لابني، بدعي لجميع الأسرة، غصة بقلبي. ربنا يطمن قلبك، وإن شاء الله بكون قريبا في هذا البيت اللي تربى فيه ونشأ فيه. أبرز المواقف اللي جمعتك بعماد في هذا البيت، لو بدك تذكريه اليوم عبر البرنامج في موقف شكل له بسمة عبر البرنامج في هذا البيت، إيش بتذكريه؟ هذا نوارة الدار هو عماد، الزهرة، زهرة اللوز الحلوة، فيش أحلى من زهرة اللوز، وهو زهرة اللوز في قلبي وفي نظري وفي عيني. الله يرضى عليه، الله يحنن عليه يا رب. يا رب. الله يفك أسره وأسر جميع الأسرة يا رب، ويرضى عليك يما. اليوم احنا بنعرض مجموعة من صور أخي عماد إليك. كنا مع والدتك قبل التصوير بنقلب صفحات إن شاء الله بتتكرر من جديد بوجودك في هذا البيت، صور من طفولتك، صور مع أصدقائك اللي منهم شهيد ومنهم أسير. نترحم على روح صديقك أيمن الرزي بالتأكيد، ولكل أصدقائك إن شاء الله طولة العمر، وإن شاء الله بيستقبلوك
وبكونوا إلى جانبك في حياتك خارج غياهب السجون. بتمسكي ألبوم الصور بشكل متكرر تراجع صور عماد؟ يوم يوم بفتح بطلع بفتح خزانته اللي فيها أناني ريحة، هذا دف خصوصي له. نعم. كل أناني الريحة لأنه كان حب الريحة. شو بعرفني والله إنه أشي بحزن وأشي بحزن. خزانته كما هي ممنوح عليه يطب فيها. آه الحمد لله، بس ما حدا بمد إيده عليها. نعم. هذه بس لعماد لما يروح عماد ليلكيها ولك أغراضه فيها. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، الله كريم. إن شاء الله رب العالمين. الله يفك أسرهم جميعهم. اليوم إحنا قريبا منكون على أبواب عيد الأضحى. الأم الفلسطينية في الأعياد تفتقد ابنها وبكون في غصة. احكي لنا كيف كانت أجواء عماد في العيد؟ كان عندي يعني يجيب لها الحلو روحي وش ناقصنا شو نجيب شو بدنا نعمل، يجيب لي الحلويات الفواكه هو وأخوته يروحوا يلا بدنا نعمل بدنا نسوي. أحلى عيد يبقى، أحلى يوم، أحلى عيد عندي يبقى يوم الجمعة وهن قاعدين أولادي في البيت ما يقوموش من البيت يوم الجمعة، يصلي صلاة الظهر ويرد ينام، يحب يحضر الأفلام تاعون الهندي. نعم. مرات يحب يحضر تاعون الطخ وما طخ، أقول له هذا بحبش تحضره بحبش تشوف تعمل، قعد ممنوع سكوت خاص لعماد يوم الجمعة كان عندنا. هلقيت لا عندي جمعة ولا عندي عيد ولا عندي يوم حلو. إن شاء الله بترجع هاللمة وترجع البسمة لهالبيت بإذن الله تعالى. بإذن الله يخرج أشوفه بعيني وأجوزه وأفرح فيه بعدها الله معانا. الله يطول عمرك يا ربي، وإن شاء الله هذا الأمل الموجود عند كل أم أسير بتلامسه على الحقيقة وعلى أرض الواقع. بدنا نأخذ أخونا رائد عامر مدير نادي الأسير في محافظة نابلس، نشكرك على جهدك من ساعات الصباح الأولى وإحنا في جولة على بيوت الأسرة. تحكي لي أخي رائد اليوم رسالتك لعماد ولمحمد الششتري لكل أسرة محافظة نابلس خصوصا ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك. نعم، يعني في بداية حديثي أولا أنا بوجه تحية من بيت المناضلين من بيت والدنا أم يحيى عقوبة اللي عرفناها في دعمها ومساندتها ومشاركتها بكل المسيرات الداعمة للأسرة والمعتقلين. متوجه باسم نادي الأسير الفلسطيني بالتعزية لعائلة الششتري ولأخونا المناضل الأسير محمد الششتري بوفاة والدته، ومن كله الله يرحمها والعمر والبقاء لله أولا وأخيرا، وإن شاء الله ربنا بفرج عنك قريبا. آمين. أيضا بوجه تحية لأخونا عماد عقوبة ومن كله من بيتكم العامر إن شاء الله أنه رح نستقبلك قريبا إن شاء الله بالإفراج عنه ونفرح فيك ونفرح ببقية الأسرة المتواجدين في سجون الاحتلال. أيضا رسالة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بوجهها لكل عائلات الأسرة والأسرة في داخل السجون، بقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأسرانا محررين إن شاء الله في أقرب وقت، وتعود الفرحة والبسمة إلى داخل بيوتكم في أقرب وقت. مواصلين أخي رائد إن شاء الله بزيارة عائلات الأسرة، ودائما إن شاء الله برنامج عمارة الصبر بتكامل مع نادي الأسير وهيئة الأسرة لنوصل لكامل عائلاتنا عائلات أسرانا، وإن شاء الله بنوصلهم وهم محررين وهذا حلمنا الأكبر. كل التحية لك أخونا رائد عامر. نرجع لوالدتنا الكريمة بكلمة أخيرة اليوم عبر البرنامج، طمني عن حالك، طمني عن إخوته عن أحبائه، شو حابة تحكي في نهاية هذه التغطية؟ بقول له الله يرضى عليك ووفقك وفك أسرك وأسر جميع الأسرة، إحنا بخير يما الحمد، طول ما هو إنا بخير أولادنا إحنا بخير، أخوته بخير وخواته بخير والجميع، والله ما في كبير ولا صغير اللي بدعينه والكل بحبه، يعني مش مجامل إن بدأ جامل. نعم. حالي الحمد لله شعبيته قوية والكل بحبه لأنه هو يعني وفي، هلأ ولا واحد بخرج من عنده سجين إلا بيجي بعندي بقول لي الله يحييك وحيي ابنك اللي ربيتيها الترباية ما شاء الله، لأنه الحمد لله رب العالمين بدير باله على هالأسرة وبيكرمهم وبيخرجهم، يعني بعطيهم هدايا حتى. نعم. مش هن يعطوه هو بعطيهم، بقول لهم مشان ضلوا متذكريني. اليوم بنحكي عن إنجازات بحققها الأسرة في الأسر من خلال التدريس والتعلم، شو بيعنيك كأم أسير هذا التحدي اللي بخوضه أسرانا داخل السجون من خلال التعلم؟ هذا بيعنيني إشي كبير بالنسبة إنهم بجاهدوا ولا هن سائلين في أي في المعتقلات ولا بإشي، سائلين هنا يتعلموا ويديروا بالهم على حالهم، والحمد لله رب العالمين هذا إنجاز كبير إلنا وإلهم، ولتحدي السجان هذا بتحدوا السجان
عنت لك انه اخذ شهاده لابني وهو متخرج من دوره يعني وهو داخل سجون الاحتلال، ولكن بتحدى بصر برغم من ظلام السجون انه يبعث بارقه امل اليك ولكل عائلته انه انا بقاوم حتى وانا داخل سجون الاحتلال؟ الحمد لله هذا شعور لا شو بدي اقول لك، يعني انا لما مسكت الشهاده واجيت يعني من عيطت ومن فرحت ان الحمد لله رب العالمين مستقلين بالاسر وبيجيهم فرج ان شاء الله باذن واحد احد، يعني ان شاء الله قريبا بنكون بيننا يا رب. بخرجوا ولا لا يخرجوا ان شاء الله ولا غير تخرجوا ان شاء الله، بنضل رافعين راسنا فيكم يا امي. بدي انت تحكي لعماد عن هذه الصوره اللي قلتي لي انها بتعز عليه كثير، هاي الصوره هذه صورتك يا عماد انت وحياه ايمن الله يرحمه. الله يرحمه وابن القصاص صاحبك هذا من الروح للروح، الله يرضى عليك وتفك أسرك ويجي يسلم عليك صاحبك وأيمن الله يرحمه. أصدقاء الأسير أصدقاء عماد بتواصلوا معك في الأعياد في المناسبات؟ من غير مناسبات ومن غير أعياد بتواصلوا وبيسألوا عني في وفاء في كتير كتير، بقول لهم الحمد لله حتى الواحد بطل يشعر لما إنه الناس تيجي بتسأل عنه صحيح وبتحترمنا والحمد لله رب العالمين. شو بدك يا أمي أمرينا، بقولهم أنتوا إذا بدكم إشي مني الحمد لله، أنا معنوياتي قوية الحمد لله ومتعودة على السجن إلي أنا سنين 50 سنة إلي بزور. نعم يعني شو بدأ ماشي هالدنيا معي داحلة دحل الحمد لله. أول إشي الأمر كانوا أخوتي محبسين نعم. ثلاثة وردوا حبسوا أولادي صحيح ثلاثة برضو، بقيت أنا ممنوعة تاني أزور الحمد لله، الله أفرج علي وزورت الحمد لله نطمئننا عليك الحمد لله والحمد لله صحتك ما شاء الله عنها الحمد لله، معنوياتي قوية ومعنوياتك عالية هذه أكبر نعمة. إن شاء الله بنشارك في استقبال عماد برغم من الاحتلال عماد وجميع الأسرة والأسيرات. نعم. وبارك الله فيكم وشكرا لكم وشكرا للأخ أبو علاء. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير والعيد الجاي إن شاء الله كلكم بتكونوا مروحين عند أهاليكم إن شاء الله بمشيئة الله، بس نضل طيبين ونشوفكم خارجين بعيوننا إن شاء الله. ويا محمد ولا تقلق مش امك ماتت ما ماتت، احنا كلنا امك ولا يهمك يا حبيبي الله يرضى عليك، شو اللي بدك اياه من عيوننا يا محمد والاسره كلهم اخوتك بعين الله البقاء لله. كل احترام لك امي الكريمه، كل احترام لك اخي رائد عامر مدير نادي الاسير في محافظه نابلس، عشنا الالم وتفاصيل الالم من خلال افتقاد والده الاسير محمد الششتري التي كانت قريبة من كل من عرفها، ومن خلال اليوم والدة الأسير عماد عكوبة بنوجه التحية لكل أمهات أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات. ربنا يطول بعمركم يا خالتي، انتوا راس مالنا وإن شاء الله بنفرح بمعيتكم بوجود أبنائكم خارج غياها بالسجون برغم من الاحتلال وبطش الاحتلال. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر، هذه تحياتي أنا سامر تيم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، أملنا الكبير دائما أن تكون قد بيضت السجون. يا الله. إلى اللقاء. يا مرحبا.